حقيقة أحلام طفولتك الفن أو الإعلام؟ صراحة الإعلام هو اثنينهم. يعني أني بلشت بالتمثيل كان عمري 5 سنين ونص، مثلت 300 حلقة لصالح الأطفال المشردة بالعالم. 5 سنين ونص. أي بس بنفس الوقت بعمر 9 سنين أو 8 سنين كنت أني أصغر صحفية أدخل مؤتمرات أسوي لقاءات ويا الفنانين، عندي برنامج على الفضائية السورية، كان عندي برنامج اسمه مبدعين كانوا أطفالا، فكنت أحب الاثنين يعني. فاكتشفت هسه أنه أنا أحب الشهرة، أحب الأضواء، أنا بي عندي روح قيادية، فأحب من أكون موجودة الأضواء كلها تتسلط علي. أنت هاي هواتك اللي حبيتيها بخمس سنين ونص، يعني مو بس إنه طفرة نوعية أشوف هاي، يعني الإعلام والفن تحوين كل هذني. شو تحسسك هذني بالطفولة؟ يعني أحس إنه أنا كنت أسوي الشيء اللي أحبه، يعني الحمد لله أهلي ما منعوني، أمي ما منعتني، يعني كنت أريد مثلاً أدخل صحافة، كنت أفوت وياها مؤتمرات. صعبة الصحافة والإعلام، صعب بس أنت من شيء تحبه. شوف أنا ما راح أحب شيء سهل مطروق، أنا ليش اتجهت للطب؟ ومن أنا صغيرة أحب الإعلام والصحافة. أنت من تروح لشيء سهل راح تسويه بسرعة بعدين راح تمل، بس أنت تتجه لشيء صعب بحيث أنت كل ما تعدي مرحلة تاخذ نفس، أنت عندك بعد جاي أصعب، ما راح تمل، راح تبقى 24 ساعة تفكر بالموضوع، فراح يكون عندك حماس وإبداع أكثر.